يتفاجأ المار بهذا الشارع الواقع بحي الدقيل الدائرة الثامنة العاصمة انجمينا بحجم هذه الخردة الحديدية المخزنة هناك. أغلق الشارع تماما وعلى حساب الآخرين تعود بداية تجمع هذه الخردة لخمس سنين خلت بهدف جمعها وبيعها في الدول المجاورة لإعادة تصنيعها، ولكن جمع هذه الكمية من الحديد شوهت من مظهر هذا الشارع الكبير الذي يضم مؤسسات إدارية كثيرة كبيت المرأة ومدرسة القضاء وإذاعة البيان ومؤسسات حيوية أخرى. مسؤول المربع 39 يعود بنا لبدايات تجمع هذه الخردة. هذا جابو صابو حديد في بكاندا علم دا سنة تمام. هم كانوا يكافوا كيفاس. كابتن تالي وزي يكافوا لمري ما في. هو كان كده بون. أنا أنتج كدلي كدر سبا يوم دا خلو بكاندا ما نشوفه هنا. الناس كل اللي نارم كي حاجة فيك سواني كلام يحاول يحلي بكاندا كل ويا سكول ما نقعدين. قاعدين مش تشوفون دا جاي ساقو كم. المستفيدين من هذه الخردة تلقوا أوامر من البلدية بتنظيم تجارتهم وعدم تشويه الشارع العام، ولكن لا حياة لمن تناجي. أنينا بلدة قلنا لهم خليه يقوم ويخلوا البكاندا عشان أنينا ما نستفيد منهم شيء من الناس دول ده. والبكاندا عشان مع الخريف ده يجيب لنا أمراض كثير. الحديد الهوان ده كان ناس تأنام ده يجيب لهم تيتانوس، وبكان واحد الألمي ده بطهر الألمي كله ما بمشي بجري أدين بمشي في مجاري، وتاني مرة كله بكان ده يقى مثل وساخة بيجيب البعوضة، والبعوضة دي تكتر لنا الباليديزم للشعب. أنينا ما دورنا في البكان ده كامل ما يقود. جاء الخريف حيث المطر الشديد والوهل الكثير، تأثرت الشوارع ولم تعد مسالك بالشوارع الصغيرة داخل الحواري إلا هذه الطرقات الكبيرة، حيث وصل الخبر إلى بلدية جمينة ونزل العمدة النائب الثاني ليرى المشهد بعم عينه وقرر بالتالي. بيجي وصب في وسط الشارع وبقول الحكومة ما أداني أرض، الحكومة ما أداك أرض تلم مساحة تجيب وصب في الشارع، هذا غير مقبول نهائيا. وإن شاء الله إحنا سنسحب كل هذه الحدائد، ويتحمل أي إنسان وضع هذه الحدائد في الشوارع نفقات ومصاريف ترحيلها إلى خارج المدينة. توسع العاصمة لا يستدعي من السكان بقلب الأحياء إلى مصانع أو محطات لجمع الخردة. قد يكون هذا العمل شرعي ولكن خارج المدن والطرق.